جديد. إذن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يصوت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في اسطنبول في هذه الأثناء، يتوجه إلى مركز الاقتراع ليدلي بصوته. يعني نتابع مشاهد من توجه الرئيس أردوغان إلى مكاتب أو مدارس أو أماكن الاقتراع في هذه الأثناء. إذا نتوقع كلمة ربما بعد ما يدلي الرئيس التركي بصوته في الانتخابات الرئاسية، يبدو أنه لم يقترع بعد. يعني ننقل صورة مباشرة لتوجهه لمركز الاقتراع للانتخاب في هذه الأثناء. طبعا كنا نتحدث قبل قليل في هاتين الساعتين من مؤشرات الشرق على أنه الرئيس رجب طيب أردوغان في هذه المرة يواجه يعني مجموعة تحديات كبيرة. هذه المرة يعني الحسم كما كان يقول مراسلنا قبل قليل، من الصعب التنبؤ بنتائج هذه الانتخابات، لأنه هذه المرة يواجه أردوغان منافسة قوية لم يعني يكن لها مثيل خلال العقدين الماضيين. بالتالي بالتأكيد أردوغان خلال فترة حكمه هذه الطويلة أكيد لديه قاعدة يعني من قاعدة شعبية كبيرة، رغم التحديات يعني التي فرضت على الاقتصاد التركي نور. طبعا وآخرها كان الزلزال الذي يعني هز تركيا في السادس من شباط فبراير الماضي. صحيح. والتي كانت تداعياته كارثية على الاقتصاد التركي. صحيح. ومن أبرز الملفات المؤثرة في الانتخابات، دعونا نذهب إلى الزميل أحمد حرزالله موفد قناة الشرق من اسطنبول للحديث أكثر عن يعني ليعطينا صورة أكبر عن توجه الرئيس التركي للانتخاب في هذه الأثناء. أحمد أهلا بك مجددا. يعني لو تضعنا في صورة، هل من كلمة قد توجه بها الرئيس أردوغان في هذه الأثناء قبل التصويت، أم نتوقع كلمة له بعد الإدلاء بصوته في اسطنبول؟ نعم، الرئيس طيب أردوغان دخل قبل قليل لهذه المدرسة، مدرسة في منطقة إسكودار، لم يدلي بأي تصريح، ولكن دخل وسط تصفيقات مناصرين وكبير من أعضاء حزب العدالة والتنمية وعدد من المسؤولين. من المتوقع أن يخرج بعد قليل، ولكن لا نسمع صوتك بوضوح أحمد. أكيد أن يدلي. لو تقرب الميكروفون شوي بس فقط لنسمعك بشكل أوضح. نعم، هل تسمعينني الآن؟ نعم، تفضل أحمد. قلت قبل قليل ودخل الرئيس، ولكن لم يدلي بأي كلمة، دخل وسط تصفيقات مناصريه. طبعا هناك حال من الترقب، هناك ليس من المؤكد من سيكون أو يعتلي المرحلة القادمة أو يفوز بالرئاسة نظرا للتقارب الكبير بينه وبين خصمه إليشدار أوغلو. إذن دخل الرئيس وسط تصفيقات كبيرة من طرف أنصاره هنا في منطقة إسكودار في هذه المدرسة التي أحيطت بطوق أمني كبير، وشهدت المنطقة أيضا طوق أمني كبير وحراسة مشددة غير مسبوقة طبعا، وتشاهد هذه المدرسة وجميع المدارس إقبالا منقطعا نظير على عكس الانتخابات السابقة، وهو ما صرح به أيضا وزير الداخلية التركي الذي قال أن الإقبال في هذه الانتخابات. دعني أعود لك بعد قليل يعني عندما يكون الصوت أوضح من ذلك. أحمد حرزالله موفد قناة الشرق من إسطنبول، شكرا جزيلا لك. إذن المتابعة للملف التركي اليوم وهذه الانتخابات التي تجري في المدن وال يعني المناطق التركية كافة اليوم مستمرة. برامج اقتصاد الشرق والشرق متابعة دائما لكل هذه التطورات.